السلام عليكم. اليوم بنبدأ سلسلة جديدة في ماينكرافت، بس اليوم بنكمل السلسلة، يعني بحط بلاي ليست ليها، لأن كل ما أسوي وورد يا ينحذف يا أما أحصله، فاليوم هذا بنكمل الوورد، يعني انتبه. فأول شي لازم نجمع خشب. دقيقة بطول على الصوت. وين ساوند اودياكو؟ حط موسيقى؟ لا ما يحتاج موسيقى. اوكي نجمع لنا خشب. واجد هذه الشجرة فيها أكثر من اللازم، يعني اللازم 7 خشبات العادي، يعني 7 خشبات في شجرة واحدة، بس دي طلعتنين أكثر من 10 يمكن بعد. ايه 10 طلعت لنا 10. وستك نايس. خلنا نحلل الخشب. نسوي كرافتنج تيبل ونسوي لنا شوية بعد ستاكس، نسوي لنا بيكاكس كي عشان نجمع بعد ستون. اوكي واجد حجر عشان نقدر نكمل سلسلتنا بدون ما نفنقش. الحين سويت هاد الكات، نسوي عاد هالكات. الحين نسوي كرافتنج. اوكي سويت سيف وبيكاكس. الحين واو عدنا واجد ما شاء الله. الحين دقيقة بسوي لي بعد اكس عشان ما نتوهق في تكسير هذا الخشب. اوكي سباون جزيرة لولا اتوقع ان جزيرة. خلنا نشوف اذا في نهاية. اوكي احنا في الجزيرة بس يعني في منك مكان. اوكي بدأنا الجوع، الجوع بدأ، الجوع رسبا في هذا سلسلتنا. خلاص لازم نتعامل مع الجوع. خلنا نروح اصيد اسماك. كاسفة في اسماك واجد. لا ما ابي اعذب حيوانات. ف سيف سيف انا العب في بيدروك، ف سيف اقوى من الاكس، بس في جافا الاكس اقوى من السيف، ف السيف اقوى من الاكس في بيدروك. الليل بعد براسبا في سلسلتنا. خلنا نسوي لنا بسرعة فرن. فرن ايس يعني ايسي وفرن. المهم نحطه هني. وما دام احنا عدنا واجد طيب وش برسمن هني. اسف وش برسمن هني يعني
ما ادري. المهم حنا نطبخ، شنو نطبخ؟ ايه سمك حق بعض الخشب. اوكي بعدين لازم نتأكد انه ما في موبس. موبس لا، المشكلة الزومبي يا اخي، لين اسوي شفت ما يحصلون بسرعة، لازم قريب واجد، بس لين ما اسوي شفت. لو ايو اوكي خلاص سمكاتنا. اوكي ناكل بقى السمك المشوي المقلي، نكمل مغامراتنا. دقيقة ليش ما نسوي آسف شو نسوي من المكان؟ واو glowing squid game. آسف لازم أسوي إياكم treatment. الحمد لله سويت يا واحد منهم تريتمنت وحصلت منه شو اسمه انك ايه بس جلو انك ساك. انا احفظ جلو انك ساك. اوكي تشوفوا شلون تتعاملون مع الكريبر لين بينفجر. سوي كذي تادا السكيلتون، سوي كذي دن 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 دن. اقول لا تخاف يا شيخ، هو بيضربك بعد الضربات بفنقش يعني. كريبر بلوك وي اصلا ما قرب يما، ما شكله ما يدرس رياضيات لانه ما يعرف يطالنا. ايه روح لي زومبي استاذ، استاذ زومبي اندرمان. شلون تتعاملون مع الاندرمان؟ لازم تسوون 1 2 3 3 بلوكس هاي جي. يلا طالعوا لا تخلون زومبي طلعني يشسكم لانه بتفنقشون مثلي. المهم خليت كيبينج انفنتوري لان تعرفون يعني اندرمان يبقى له شويه بلاس زومبي، يعني اندرمان بروحه بنسيطر عليه، بس اندرمان بلاس زومبي يساوي فنقشة. حسبوا هذا، كتبوا نوتس، اندرمان بلاس زومبي يساوي فنقشة. بقول لكم معلومة عن السبايدر. السبايدر في الليل يعصب ويبي يلاحقك، بس في النهار اذا انت تضربه يلاحقك، يعني في النهار يصير مسالم في الليل مو في النهار. نفس الدوغي، الدوغي كلوب لين تضربه يلاحقك في ماينكرافت. في الصق طبعا بعد يعني، بس ما ادري في بعضهم مسالمين مثل المرموش الفلافي، في مثل مشرعين الشواغرب. سقط علي من على التفاحة واخذ طبعا جلو سينك ساك، جلو انك ساك. ولازم الحين نتعامل مع السكيلتون تريتمنت بالبو مال هذا اللي ما ادري ايش فايدته، لكن قال ايه بعد هالسكيلتون شرير. خلينا ناخذ لنا بلو بيري، بلو بيري ريد بيري. المهم سويت بيري ريد بيري بلو بيري ما يفرق. ما شاء الله عليكم بسرعة تزرعون، بس ما تدمجون واجد. اوكي تعلموا هذا، كتبوا نوتس يا سويت بيريز. حاضر ما اعرف سويت بيري. كأني شفت اندرمان
شفتين شفتين ما أحلى، شفتين شفتين ما كل خلهم ولون دلين بعد المنوب. أوكي ما علي أقتل بالسيف. خلاص توجه توجه علي. فيها الزومبي النوبز. كي خلنا نبني لنا بيت. شلون؟ ما عليه الحين. لازم اسوي تريتمنت للارض. دقيقة. لازم اسوي لكم تريتمنت يا زومبي نوبز. كاني شفت تورتش. اوه هذين بعد مللونا. المهم خلنا نبني لنا بيت. بعدين كذي. بعدين يا اخي خلاص خلاص. تعرفون اني قوي في البي في بي رايت؟ يعني ببني بيت. واو ها اوكي. سبرويس اويك لجز، سبرويس وود بلانكس. احتاج بعد سبرايس وود بلانكس عشان اسوي لي بيت. طبعا قلت لكم بنكمل في السيرفر، فلا تخافون. يعني ما با خلي السيرفر مهجور او ينحدف بروحه او ما بخلي. سوي لنا باب، كسر لنا كرافتنج تيبل، ونسوي لنا باب بين اوكي. تن 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 المهم انا لازم اسوي اياهم تريتمنت، ما يروحون بروحهم. يعني لو رحتون ما سويت لكم تريتمنت، بس ما يرضون يروحون. يعني ما ادري شلون، جناهم بس اللي عندهم حقوق وش دخل. المهم واو دي طويلة شجرة وفيها ليفز شوية. أنا كسرت اثنين ثلاثة الحين. تريتمنت خلي الشمس تسوي لك تريتمنت. يلا أنا ما بسوي لك تريتمنت. وش تبي تريتمنت؟ تخصب ضربة واحدة بتفنقش. لا ضربة واحدة الحين نكسر. ايه صح يا عندي لا انا بروح فوق لان مللت من هالنوبز موبز. كي باقي دقيقة وننهي المقطع. اوكي فا لا تبون فيديوهات ثانية لا تنسون لايك شير سبسكرايب. بكمل على السلسلة لا تخافون يعني تعرفون. فيلا باي باي باي.